عشتنا نطلع ساعة بالوحدة أو بالثنتين بالليل بتعبة. إحنا شغلتنا هاي التعبة، إحنا وجهان ونسوالنا، وإحنا حالياً إحنا عشتنا أسبوعية أسبوعية، رأس الخميس يطلنا القبضة مالتنا أو 150 أو 200 أو 300 ورا شغلنا ورا تسهيل الله. بس هسه العرقلتنا الأمطار ما أمطار، شغل نفط للمعمل ماكو لحد الآن، ما مرات يقصونهم مرات ما يقصونهم، وهاي شغلتنا كلش تعبانة. أنا أقول لك وحتى أذينا والله، وتقريبا صار لنا أسبوعين إحنا قاعدين، إحنا صرنا يومين يلا اشتغلنا، وعرف هاي جهانة وما أدري انتقل بالله، تعبنا كلش 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 تعبنا. شوف تراب وضيم، الله وكيلك شبعاني ضيم. طاحت علينا الصبح ربطة زي ما موتتنا. والله العظيم. يعني شنو هاي؟ شنو شوف تراب الله وكيلك بالمطاير سحب. لا والله كل شيء ما. ما أداوم لا بمدرسة ولا هاي، الله نشتغل ونطلب ما عدا بس احنا يعني ما ادري يجوز احنا مو عراقيين هالناسين. قلت له كل شيء ما عندنا، يعني ماكو شبر بالعراق ما عندنا بيه طابو، حاطين على الله. نقعد يهددوننا مرات ايش قالوا شيل، يو تشتغلون يو شيلون، ما يعرفون مريض ما يعرفون واحد قاعد ماكو واحد تعبان شيلون، ننطر نشتغل وياه. وهاي حالتنا هتشوفون انتم، بعض الله تيم الله وياكم.